عشان برضو نكون حقانيين بقى، يعني النهارده احنا بنتكلم على تمكين المرأة وانها تاخد حقها ماديا واجتماعيا وفي الشغل، وانها ما تتجوزش جواز مبكر و و بس في ستات ممكن تكون حياتهم جوه البيت وامهات فقط، والستات دي ابطال او بطلات هما كمان، فهل في برضو يعني وجهة نظر عند حضرتك او كلمة توجهيها لهم ان هما ما بينزلوش الشغل ولا السوق ولا الارض الزراعية، بس عاملين دور جبار بيطلعوا لنا اجيال محترمة، فتقول لهم ايه؟ يعني انا عندي 4 بنات، واحده فيهم مش متجوزه بس 3 متجوزين، 2 ما بيشتغلوش وبيربوا في ولادهم، ولازم اقول ان انا فخوره جدا بتربيتهم لاولادهم، لان كلهم يعني طبعا الام لازم ويحترم. الام لازم تقضي وقت مع ولادها، مش بس تجيب لهم لابتوب والتليفون وكده، لازم. وده لاحظته في الجيل الجديد، يعني احنا في الجيل بتاعنا كان في مساعدات في البيت هما اللي بيربوا الولاد واحنا بنقعد معاهم، لا دلوقتي تلاحظي ان كل الامهات يعني مشتغلين جدا بالرياضات بالكواليتي، وينزلوا يودوهم المدرسه. انا عندي بنت عايشه في انجلترا، كل يوم تنزل تروح تتمشى، جوده الوقت تجيب ولادها من المدرسه وتطبخ وتعمل، وتلاحظي ان لازم الام تدي تعرف ولادها ان هم يعيشوا، اهم حاجه كرامتهم، ان دور الست في البيت ما يقلش اهميه عن دورها بره البيت. طبعا بالزبط. وحتى يعني مش بعدد الساعات اللي بتقضيها قد ما بنوعيه الوقت اللي بتقضيه، والتواصل والفهم والمناقشه والكلام. بالزبط. اعتقد ان ده بيقرب مسافات كتير وبيكفينا شر حاجات كتير بعد بالزبط. كده يوم فرح البنت او يوم فرح الراجل من ولادك، دايما ايه النصيحه اللي بتقولها لهم قبل ما ينزلوا، قبل ما يروحوا بيتهم الجديد؟ ان هي لازم تحب جوزها ولازم تكون مطيعه ليه. والحمد لله كل بناتي متربيين بحيث ان هم يعني اجوازهم كلهم بيشكروا فيهم. اللي يسمع تمكين يعني المراه ساعات ما يتوقعش ان دي النصايح اللي ممكن تتقال من سيده تسعى لتمكين المراه، انها تحب جوزها، انها تحترمه. فانا بشكرك والله بجد وبحييك، يعني بتوضحي الصوره الحقيقيه لتمكين المرأة، انها تحب اسرتها وتتحب. طبعا، وده بياكد انه ما فيش تعارض ما بين ان الست تاخد حقها ويتم تمكين المراه، وان هي تقوم بدورها برضو والالتزامات اللي عليها زي ما ليها حقوق ليها واجبات. بالظبط كده. بنشكر حضرتك جدا على وقتك. ميرسي قوي يا منى، انا مبسوطه قوي ان انا شفتك دايما، واحنا اكتر دايما جميله كده. ثانك يو، شكرا لرائده الاعمال دكتور راويه منصور، واللي مشرفانا في كل المحافل الدوليه والتكريمات.